السلام عليكم إخواني الكرام. لأول مرة كندير شي قناة الإشهار يعني في القناة ديالتي. دونك فالشخص اللي أنا غادي ندير ليه الإشهار دابا للقناة اللي هو يوسف لين، كيف ما كتشوفوا معايا إخواني الكرام، يوسف لين. يعني فالسيد كيهضر بعض الحرقة على البلاد، والمهم ديرو شي فيديوهات مفيدة وبناءة، عنده يعني عنده ما يقول كيف ما كنقولوا حنا. دونك كنصحكم باش تزوروا القناة ديالته وكل شيء، يتابونا عنده. دونك فالسيد يقدر يفيدكم يعني يعني بآراء وأفكار جديدة، وكذلك في تغيير بعض الآراء ديالكم. المهم تحياتي لكم الإخوان، نخليكم تكتشفوا يعني القناة ديال هذا السيد هذا اللي هو الأخ يوسف لين. ما تبخلوش عليه بلي جيم وبلي كومنتير وتأبونوا عنده. المهم هذه هي القناة ديالته، كيف ما كتشوفوا الاسم ديالو يوسف لين إخواني الكرام. يعني باش تعرف يعني القناة ديالو، فهو داير فيها يعني الصورة ديالو رمادية، وكذلك يعني عنده 900 يعني 9000 باردون و457 ابوني. دونك باقي لاشين عنده جديدة، باقي يعني ما كاينش بزاف ديال لي سويفون اللي عنده. دونك كلشي بارطاجي لاشين ديالو، وكلشي يعمل ليها يعني سبسكرايب، ودعوا الاصدقاء ديالكم باش انهم يعرفوا لاشين ديال هذا السيد هذا. المهم تحية لكم، تحياتي لكم، وخليكم تكتشفوا القناة على خاطركم. دخلوا لها على اليوتيوب يوسف لين. استودعكم لله.